الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنوره اهتدينا، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله به اقتدينا. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة، الفائزون الأكارم، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وزير السيف والشمم وأمير الجود والكرم، إنه لمن دواعي الشرف أن يرعى سموكم هذه المناسبة نيابة عن أخيكم فارس الإسلام وفهد العروبة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وإنها لرعاية تؤكد حرصكم جميعا، يحفظكم الله، على تشجيع هذه المؤسسة الخيرية ودعمها، كما تؤكد الحرص على تأصيل منهج العطاء بذلا ورعاية. ولا غرو، فقد أرسل الملك الصالح عبد العزيز يرحمه الله أركان دولة التوحيد على شريعة الواحد الأحد، فكانت ولن تزل طوق النجاة لهذه الأمة من فتن العصر واضطراباته. وما الأمن والاستقرار والخير والرخاء الذي يعم هذا البلد إلا ثمرة مباركة لسيادة الشريعة الإسلامية على أرضه. والراصد المتأمل لمنظومة العمل السعودي يدرك من فوره أن المؤسس العظيم ومن بعده أبناؤه قد اهتدوا جميعا بالبصيرة إلى مسؤولية هذا البلد، بلد الحرمين والرسول الخاتم، منارة لأهل الأرض جميعا كما أراد الاختيار الإلهي. وتناغمت جهود الخير والتنوير في المملكة راعيا ورعية، حتى أثمرت تلك النهضة المشهودة بكل المجالات. وبتركيز معني بالمقدسات الإسلامية التي تهوي إليها قلوب الملايين، فتجد في كل عام الجديد والجديدة راحة ويسرى. وامتدت اليد السعودية بالخير تقف مع الإنسان في كل مكان، تقيل العثرة وتعين في النائبة بكلمة حق شجاعة وبوقفة أصيلة مع المظلوم، ببذل يصل أحيانا حد الإيثار. وهي في كل ذلك تستهدف بوقفتها الإنسان دون تمييز عرق أو لون أو مكان، فهي لأهل الأرض منارة. وهذه الجائزة التي يجمعنا حفلها اليوم تسعى دوما لتحافظ على مصداقيتها بالانحياز إلى ما ينفع الناس دون تمييز أو تعصب للمصدر والهوية، وتحاول جاهدة أن تشجع وتستنفر جهود النابغين لخدمة البشرية، وأن تعيد إلى بؤرة الاهتمام خلاصة جهود المبدعين، وتحث السير لمزيد من جسور التواصل بين المنارة وبين مؤسسات الفكر المحسوبة في العالم. هذه الجائزة أيها الإخوان شجرة طيبة غرس فسيلتها المؤسس
ورعى شجيرتها الشهيد، وها هو ذا الفهد على العهد يسير. سيدي صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، خالص شكري نيابة عن هيئة الجائزة على تفضلكم بمشاركتنا الاحتفاء بهؤلاء العلماء الأفاضل الذين لم يضنوا على العلم فبادلهم عطاء بعطاء، وما كان عطاؤهم إلا إثراء لحياة البشرية روحا ومادة. أحيي باسمكم جميعا عزائم أضاءت جوانب الأرض علما وعملا لمنفعة الناس، وأشكر الجهات ذات العلاقة بالجائزة داخل المملكة وخارجها، كما أحيي جهود الإخوة العاملين بهيئتها. وأختتم كلمتي برفع آيات الشكر والولاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي العهد، وإلى سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على رعايتهم الكريمة، مؤكدا أننا نستلهم في عملنا العون من الله تعالى ثم دعمهم الكريم وتوجيهاتهم. والله أسأل أن يظل هذا البلد الآمن المبارك منارة خير للناس أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.